أهلا وسهلا وأسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج سيدتي، وزي ما عودناكم نبدأ حلقتنا بأبرز العناوين اليوم. جولة في أبرز أخبار السوشيال ميديا. تطوير النقل التعليمي بتدريب 200 موظف على الإسعافات الأولية بالتعاون مع الهلال الأحمر. رسم الكاريكاتير المباشر وتحدي رسم المذيعات. تجربة سيدتي في متحف السعادة. كل هذه المواضيع وغيرها من الأخبار في حلقتنا اليوم، بس لا تنسوا أنكم تتفاعلوا معنا عبر هاشتاغ برنامج سيدتي، آراءكم واقتراحاتكم وكل المواضيع اللي حابين نتكلم فيها. حياكم الله مشاهدينا من جديد، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. اليوم عندنا أخبار مرة حلوة كده عن دريم وحاجة كده تفتح النفس. أدينا أكيد عبير، وكالعادة نبدأ جولتنا الإخبارية بالأخبار المحلية. الهلال الأحمر يعلن بدء التسجيل في برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، وهو عبارة عن 66 دورة مجانية للرجال والنساء في مختلف مناطق المملكة بشهادات معتمدة من هيئة الهلال الأحمر السعودي. اعتماد الجمعية كأول منظمة استشارية غير خليجية حكومية في مجال التراث الثقافي. طبعا نبارك لمجلس إدارة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث برئاسة معالي الأستاذ بدر العساكر ومجتمع التراث اعتماد الجمعية كأول منظمة استشارية غير خليجية حكومية في مجال التراث الثقافي غير المادي لدى المنظمة. وأكيد في هذا الخبر لح نستضيف معنا عبر الهاتف الأستاذة رهاف قصاص، مدير مشاريع تراث في الجمعية السعودية للمحافظة على التراث وخبيرة معتمدة لدى اليونسكو في مجال التراث غير المادي. هلا وسهلا بك أستاذة رهاف. أهلا وسهلا. هلا وسهلا. طبعا في البداية نحب نبارك لكم هذا التميز وهذا يعني الاختيار، لكن خلينا نتكلم عن أهدافكم ورؤيتكم. الله يبارك فيكي، وإحنا يشرفنا ويسعدنا وجودنا معكم. طبعا الجمعية السعودية المحافظة على التراث هي منظمة غير ربحية تأسست من 2010، وعندها عدد من الأهداف الاستراتيجية اللي بتحققها من خلال مشاريعها وأنشطتها وبرامجها. نعم. طبعا تكمن هذه الأهداف في عدة محاور مثل الحصر والتسجيل، التوعية، إثراء المعرفة وبناء القدرات. نعم. طيب كلمينا عن نحن تراثنا. هذه الجمعية هي أول جمعية سعودية أو خليجية كمان، خلينا نقول هي يعني تفوز بهذه الجائزة، كلمينا عنها أكثر. طبعا الجمعية السعودية لمحافظة على التراث من 2014 بدأت عملها على منصات التراث الثقافي غير المادي المسجلة لدى منظمة اليونسكو، وكانت من خلالها تقوم بإعداد الملف وتقديمه بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام سابقا وحاليا وزارة الإعلام. ونجحنا في تسجيل 7 عناصر تراث ثقافي غير المادي للمملكة العربية السعودية لدى منظمة اليونسكو. فهذه العناصر عندنا عناصر مشتركة وعناصر منفردة. المنفرد اللي هي العرضة والمزمار والقطة العسيري، والعناصر المشتركة عندنا السجارة والقهوة العربية والمجلس والنخلة. طبعا كل هذه العناصر سجلت من خلال عمل في المملكة العربية السعودية مع المجتمع المحلي، وكان في عملية توثيق وزيارات ميدانية ساهمت في أنه الجمعية تكسب خبرة في مجال التراث الثقافي غير المادي، ومما أدى بذلك
اعتماد اليونسكو لها كجهة استشارية. حلو، يعني ما شاء الله المملكة العربية السعودية مليئة بالأماكن التراثية اللي بنجد تستاهل إنها تنضم إلى اليونسكو، وأيضا من فنوننا وتراثنا الكثير. لكن إيش هي الخطوة القادمة؟ هل في فن تراثي أو جهة تراثية رح ممكن تكون مؤهلة إنها تضاف للتراث العالمي في اليونسكو عندنا في السعودية؟ طبعا احنا حاليا شغالين على عدد من ملفات التراث الثقافي غير المادي للتسجيل في عام 2021. العمل على الملف ياخذ مننا تقريبا سنتين. فحاليا عندنا ملف الحنه كملف دولي، عندنا ملف السمسميه، ملف النقش على المعادن والصوفيات والورد الطائفي. فكل هذه عناصر باذن الله شغالين عليها احنا كجمعيه بالتعاون مع الجهات المعنيه. وأيضا الجمعية تعمل على حفر وتنسيق التراث الوطني، هذا مشروع داخل المملكة العربية السعودية بمشاركة المجتمع المدني للتعريف بالتراث الموجود في المنطقة. فهم أفراد المجتمع يعرفون بالتراث حقهم على أساس نوثقه ونسجله ونوعي فيه ونعرف المجتمع الوطني بالتراث الموجود في مختلف مناطق المملكة. نعم أستاذة رهاف قصاص، شكرا لك وشكرا لمداخلتك اليوم معنا. إلى خبرنا التالي، الدكتورة ماجدة أبو راس حازت على جائزة مكة للتميز البيئي من خلال عدة مبادرات أطلقتها لتعزيز الوعي البيئي. أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل فوز استراتيجية الحج والعمرة الخضراء بجائزة فرع التميز البيئي، واللي كانت ضمن الأبحاث العلمية اللي قدمتها الأستاذ المشارك بكلية العلوم جامعة الملك عبد العزيز بجدة دكتورة ماجدة أبو راس. طبعا يسعدنا أن تكون معنا عبر الهاتف دكتورة ماجدة أبو راس. هلا وسهلا بك دكتورة ماجدة. اهلا وسهلا بكم وشكرا على هذه الاستضافه الكريمه. الله يحفظك. شكرا لك. وطبعا في البدايه نبارك لكم استحقاقكم وفوزكم بجائزه مكه للتميز البيئي، حدثينا عن هذا الفوز وعن مسار التميز البيئي. بفضل من رب العالمين وبدعم من سيدي الامير خالد الفيصل واضع رؤيه التنميه في عماره منطقه مكه المكرمه لتنميه الانسان والمكان وتبني المبادرات العلميه. نعم. فازت مبادرة أحد مبادرات العلمية استراتيجية الحج والعمرة الخضراء. نعم. والتي تهدف إلى المساهمة في التحديات البيئية التي يشهدها العالم بصفة عامة، أيضا تساهم في تفعيل المبادئ الإسلامية الحنيفة بالنسبة للمحافظة على البيئة. طبعا زي ما احنا عارفين من القرآن والسنة المبادئ الإسلامية كلها تحثنا على هذا الموضوع. نعم. إضافة إلى ذلك أن هذا تجمع كبير يشهد العالم سنوي، فبالتالي لابد أن يقدم الحجاج وضيوف الرحمن والعالم الإسلامي نموذج يحتذى به في العالم لحماية البيئة في هذه الأماكن المقدسة. إضافة إلى ذلك هي دعوة كانت فكرتها لحوار الأديان، لأنه تجتمع الأديان السماوية في شيء واحد وهو حماية الأرض والسلام والإنسانية بغض النظر عن المعتقدات. من هنا أتت هذه المبادرة. نعم. المبادرة الحقيقة فيها أكثر من مكون، عندنا مكونات حوالي 5 مبادرات. هذه المبادرة عبارة عن 5 مبادرات استدامة لتوعية ضيوف الرحمن من الخارج ومن الداخل منذ استصدار الفيزا تأشيرة، في وسائل النقل، في السكن، في المخيمات، لتوعيتهم بأهمية هذه الاستراتيجية من المبادئ الإسلامية الحنيفة، لأن الناس طبعا بتجي أكثر روحانية وبالتالي تتبع كل التعليمات الدين الإسلام الحنيف لاكتمال هذه الفريضة. إضافة إلى ذلك لدينا تقريبا 7 مبادرات لعمليات جمع، تطوير عمليات الجمع والفرز للنفايات، وأنا أقصد كل النفايات سواء كانت صلبة أو سائلة أو نفايات غازية، يعني ينتج منها توطين للصناعة سواء كان البلاستيك، الورق، الكرتون، المواد العضوية، المعادن، يعني كل الأنواع المختلفة. أيضا كمان هناك مبادرات، وهذه لها طبعا 7 مؤشرات للقياس. نعم. في كمان مبادرات أخرى بيئية لتحقيق التنمية المستدامة، مبادرات لرفع مستوى الصحة، والذي ينعكس طبعا بكل تأكيد أنه كل ما حسننا في البيئة ينعكس صحيا، وهناك أيضا مبادرات من خلال التعليم. نعم. النقطة المهمة أنه هذه المبادرة ليست فقط أثناء وقت الحج،
هي تنطلق من المشاعر المقدسة إلى مكة المكرمة لتشكل نموذجاً لتحويل مكة إلى مدينة ذكية تعتبر نموذج ريادي إن شاء الله تساهم في جميع القطاعات الحكومية وتدعم جميع القطاعات الحكومية كل في تخصصها للوصول إلى عمل نموذج ريادي يقدم إلى المملكة العربية السعودية ويقدم إلى العالم ليعرف العالم أن المملكة العربية السعودية لديها عدد ضخم جدا من الإنجازات وكل سنة هناك إنجاز يضاف وهذا لن يتحقق بعد إلا بعد توفيق من رب العالمين ودعم من سمو سيد خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان من خلال رؤية تنموية تطور الحاضر وتعمل لمستقبل غد أفضل فيها ينتج عنها تمكين للصناعة تمكين العمل التطوعي راكة حقيقية ما بين الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة تمكين المرأة إيجاد فرص وظيفية للأسر بصفة عامة المنتجة والمتعففة والشباب فبالتالي الموضوع عبارة عن منظومة دعم التعليم في المدارس دعم الصحة لذلك هي عبارة عن مشروع متكامل يبدأ بعملية التخطيط في بنية تحتية حتكون متكاملة بعد كده عملية إن شاء الله الإدارة البيئية المتكاملة والاستثمار بالفعل دكتورة ماجدة يعني مشروع جدا مهم وزي ما ذكرتي متكامل ويهم الصغير والكبير وأهم شيء الوعي في هذا الموضوع اللي بالفعل إحنا نحتاجه شكرا لك دكتورة ماجدة وألف مبروك مرة ثانية مشاهدينا ننتقل إلى تويتر مع تغريدة للفنان عبد المجيد عبد الله وطلب تعليقات الناس على هذه الصورة خلينا نشوف هذه التغريدة ومن بعدها شفنا تفاعل الجمهور مع التغريدة وتعليقاتهم أكيد مشاهدينا كمان نحب أنكم تشاركونا وتشاركوا تعليقاتكم على هذه الصورة على هاشتاغ برنامج سيدتي وآراءكم واقتراحاتكم والمواضيع اللي حابين نتكلم فيها ولكن خلونا نطلع نشوف تقرير حديث العواصم وأبرز أخبار العواصم مع مجلة سيدتي
مشاهدينا طبعا الكثير من الفقرات اليوم، ولكن لا تنسوا أنكم تتفاعلوا معنا عبر هاشتاغ برنامج سيدتي، أراءكم واقتراحاتكم وأهم المواضيع اللي حابين نتكلم فيها. انتظروا المزيد لكن بعد الفاصل. ضمن الجهود التوعوية والتفاعل مع الأحداث والمناسبات الدولية، أكيد نظمت شركة تطوير النقل التعليمي، شركة مملوكة كليا لشركة تطوير طبعا، وفي الأخير هي شركة بالكامل مملوكة بالكامل للدولة، نظمت فعاليات اليوم العالمي للإسعافات الأولية، واللي هتنظمها الشركة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، وذلك من خلال دورات تفاعلية وتطبيقية يقدمها مدرب ومحترفون. وأكيد يسعدنا من هذا المنبر أن ينضم معنا في الاستوديو مدير الاتصال المؤسسي الأستاذ أيمن العرفج. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم ويعطيكم العافية على هذه الفرصة. أهلا وسهلا أستاذ أيمن، بداية يعني حدثنا عن أهمية هذا اليوم، يعني خلينا نتكلم أنه مناسبة عالمية، الكل في هذا اليوم بيحاول يعمل دورات تفعيلية، بيحاول أنه هو يسوي فعاليات بشكل عام عشان ينشط هذا اليوم لدى الجميع. اليوم العالمي للإسعافات الأولية هو يصادف 12 سبتمبر كل عام، وتهتم فيها الحقيقة المملكة بشكل عام، ولعلنا في شركة تطوير النقل التعليمي نهتم فيها بشكل خاص، لأنه حملنا على عاتقنا مهمة نقل أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات إلى المدارس وإيصالهم إلى أحلامهم بشكل يومي، وهذا الحقيقة يتطلب رفع كفاءة منسوب الشركة من خلال تدريبهم على الإسعافات الأولية لإنقاذ الأرواح وإنقاذ حالات الإصابات أو الحالات الطارئة لا سمح الله، وفي تعاون كبير الحقيقة مع الزملاء في الهلال الأحمر على هذا المجال. جميل. حلو. طيب بنتكلم أكثر عن النقل التعليمي، يعني مين بالضبط اللي بتدوهم الدورات وإيش هي الدورات بالضبط؟ الدورات بالنسبة لنا في تطوير النقل التعليمي تنقسم إلى شقين، يعني في شق اللي هو يتطلب موضوع مثل دورات الإسعافات الأولية، هذه تلقاها جميع منسوبي الشركة سواء الموظفين الإداريين أو المراقبين الميدانيين أو حتى السائقي الحافلات. وفي شق آخر اللي دأبت عليه الشركة كل عام، وهو تدريب أكثر من 20,000 سائق وأكثر من 211 مراقب ميداني على معايير الأمن والسلامة وعلى تطبيقات الأمن والسلامة بما فيها الإسعافات الأولية. جميل. طب كم مناسبة هامة زي كذا وحدث زي هذا، خلينا نتكلم أكثر عن اهتمام المملكة وجهودها في فعل أو في تفعيل هذا اليوم بالنسبة لجميع المواطنين. الحقيقة نشوف الآن حكومة خادم الحرمين الشريفين، جميع الجهات الحكومية، جميع الهيئات، جميع الشركات الكبرى وحتى شركات القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة المتوسطة تحاول أنها تعمل وتحتفي دائما بمثل هذه المناسبات الدولية، نظرا لأهميتها الكبرى في تطبيق معايير الأمن والسلامة وأيضا في إسعاف المصابين. يعني الآن أصبح عند الزملاء في هيئة الهلال الأحمر السعودي وفي جمعية الهلال الأحمر السعودي عدد كبير وقائمة طويلة جدا من المتطوعين في خدمة المصابين، فبالتالي بإذن الله نحن على اطمئنان كبير إن شاء الله أنه في عدد كبير من المتطوعين الملمين بإجراءات الأمن والسلامة والإسعافات الأولية. جميل. طيب نبغى نتكلم عن التعاون مع الهلال الأحمر السعودي اللي بيقدم دورات توعوية وتدريبية لتشجيع الأفراد، أفراد المجتمع على تعلم طريقة الإسعافات الأولية. والله بهذه المناسبة نشكر الزملاء في جمعية الهلال الأحمر السعودي في هيئة الهلال الأحمر السعودي، دائما حريصين يعني على تقديم مثل هذه الدورات لجميع الجهات. بالنسبة لنا في شركة تطوير النقل التعليمي بيننا وبينهم شراكة استراتيجية، وسنويا نفعل مثل هذه الدورات ومثل هذه الفعاليات لتدريب أكبر عدد من الموظفين. غدا بإذن الله تعالى عندنا 200 أكثر من 200 موظف بيتلقون التدريب على الإسعافات الأولية في عدة مجالات. يعني الحقيقة في اهتمام كبير وفي شراكة استراتيجية قوية مع الزملاء في الهلال الأحمر السعودي، وبإذن الله أنها تثمر لإدخال كوادر جديدة من المتطوعين في هذا المجال إن شاء الله. طب من هي الجهات الصحية المعتمدة عشان تدرب موظفيها؟ بالنسبة لنا في شركة تطوير النقل التعليمي دائما نتحرى الجهات المعتمدة، الجهات الحاصلة على شهادات اعتماد داخلية ودولية،
لتدريب الموظفين. أحد أهم هذه الجهات الزملاء في جمعية الهلال الأحمر السعودي اللي بينه وبينهم الآن شراكة استراتيجية، وتدريب أيضا لمجموعة من الموظفين على أكثر من مجال من مجالات الإسعافات الأولية. إحنا نبغى نتكلم بشكل خاص، يعني بحكم أنه النقل التعليمي فمعناته في باصات في شوارع، ويعني ممكن الواحد يكون معرض لأنواع خاصة يعني حوادث ما تحصل غير في الشوارع، يعني مثلا فإيش هي الحالات الطارئة اللي يتدربوا عليها الموظفين أو سائقي الحافلات مثلا؟ في هذه الحالة الآن في الفعالية اللي بتقام، حالات النزيف والكسور، حالات الانعاش القلبي الرئوي، وأيضا حالات الغصة والغرق وغيرها، هذه كلها يعني من ضمن حالات التدريب. لكن احنا نركز كثير يمكن على حالات النزيف والكسور، حالات الأمراض السكري والانعاش القلبي الرئوي بشكل كبير جدا يعني. طب خلينا نتكلم شوي عن المدربين المحترفين لهذه الدورات، بيكون موجود عندهم مثلا خلينا نقول وسائل تعليمية توضح أكثر؟ أي نعم، الزملاء في الهلال الأحمر السعودي وفروا أدوات وسائل إيضاحية ووسائل تدريبية ووسائل عملية متقدمة ومتطورة، كل عام يتحفون بالجديد في هذا المجال. والمدربين متواجدين ولا في نقص مثلا للمدربين نفسهم؟ لا بالعكس، فيه وفرة كبيرة في المدربين المعتمدين، وأيضا فيه مدربين متطوعين متعاونين مع جمعية الهلال الأحمر السعودي. يعني مهم جدا أن كل شركة تهتم بموظفيها وتهتم بهذا الجانب، أنهم يدربوهم على الإسعافات الأولية. يمكن حتى الأم والأب في البيت يحتاج أنهم يتعلموا الإسعافات الأولية، وللأسف يمكن إحنا يعني أنا واحدة منهم اللي يعني كل ما أقول إنه أنا بلازم أسوي ذا الموضوع وأعرف أهميته زي كده يمكن بأتكاسل، لكن قديش مهم موضوع الإسعافات الأولية للجميع. وإنتوا كشركة في تطوير خدمات النقل التعليمي ما شاء الله مسوين هذا الموضوع، قديش مهم المسؤولية المجتمعية مو بس لكم إنتوا، كمان الشركات الثانية إنها تدرب موظفيها مهما كانت هذه الشركة. صحيح، هو بالنسبة للمجال هذا مجال خصب ومجال كبير جدا، والشركة يعني مارست أدوار كبيرة في مجال خدمة المسؤولية المجتمعية وخدمة الوطن، من ضمنها موضوع التدريب على الإسعافات الأولية. كان لنا أيضا دور كبير في مبادرة عودة آمنة في نقل أكثر من 48 ألف مواطن عائد من الخارج خلال جائحة كورونا إلى أكثر من 600 مقر إيواء. كان في غرف عمليات ومراكز المراقبة وتحكم وإشراف، يعني أصبحت الشركة الآن لديها يعني قدرة كبيرة على التعامل مع الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا. هذا في أحد مجالات المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى رحلة السلامة اللي نفذتها الشركة العام الماضي إلى أكثر من 5 مناطق. جميل. طب لو نتكلم عن موضوع الجائحة تحديدا بشكل مفصل أو بشكل أكبر، إيش كمان كانت الطرق اللي أنتوا قدرتوا تسووها أو تعملوها كمان على أساس تساعدوا من إلزام الموظفين، إلزام أنفسكم أيضا بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتكونوا يعني بتقوا أنفسكم نوعا ما من هذا الفيروس؟ الحقيقة احنا نفذنا مبادرة داخلية اسمها صحتك أولا للزملاء الموظفين في الشركة، هذا أهم شيء، لتدريبهم على الإجراءات الاحترازية وتطبيقها وتنفيذها في مقرات العمل. أيضا خلال أزمة جائحة كورونا في نقل المواطنين العائدين من الخارج كان فيه بروتوكول وإجراءات منظمة ودقيقة ووفق معايير عالية لفحص السائقين قبل الحافلة، وأيضا تعقيم الحافلات، وطورنا تطبيق أيضا لمراقبة حركات النقل للمواطنين العائدين من الخارج. جميل. يعني موضوع الأزمات هو دائما اللي يضع الشخص في اختبار حقيقي. يعني ما شاء الله شاركتم في عودة آمنة ورحلة السلامة وكنتم ملتزمين بالإجراءات والاحترازات عشان توصلوا الناس طبعا وتقوموا بواجبكم ودوركم، يديكم العافية. نبغى نتكلم أكثر عن رحلة السلامة، أنت قلت لي 5 مناطق في المملكة، كلمنا عنها أكثر. رحلة السلامة نفذتها الشركة بالتعاون مع وزارة التعليم في أكثر من 5 مناطق على مستوى المملكة، وصلنا خلالها إلى الطلاب وأولياء الأمور، إلى المعلمين، مشرفي النقل، للتوعية بإجراءات الأمن والسلامة، وأيضا لرفع مستوى الوعي لدى الطلاب المستفيدين النهائيين من الخدمة، ليكونوا على وعي تام بإجراءات ركوب الحافلة والجلوس فيها وربط حزام الأمان وكذلك النزول
بالإضافة إلى التعريف بمعايير الأمن والسلامة المطبقة على الحافلات، وهي معايير الحقيقة عالمية جدا، يعني منها يعني اللون الموحد للحافلات، لون معروف الآن، حافلة صفراء هي حافلة نقل مدرسي، مكتوب عليها نقل أنها حافلة نقل مدرسي، بالإضافة إلى بعض الأجهزة الذكية الموجودة من مستشعرات وحساسات وغيرها تساعد في الرقابة على أبناء الطلاب، لأنهم هم أملنا وهم ثروتنا ونريد أن نوصلهم إلى أحلامهم بإذن الله. أكيد. تكلمت عن تطوير تطبيق للعائدين من خارج المملكة، كلمني عن هذا التطبيق، كيف طورتوا، كيف قدرتوا أنه أنتوا تحصروا، أو خلينا نتكلم عن الأعداد اللي كانت جاية من خارج المملكة، وتقدروا تعملوا لهم شوية نوعا ما فرز بحيث أنه تتعاملوا مع الوضع بسلام. نعم، بالنسبة للتطبيق كان مرتبط بعدة جهات حكومية من الشركاء، اللي هي الجهات اللي تشرف على غرفة عمليات نقل المواطنين العائدين من الخارج. تولت الشركة نقلهم من المنافذ البرية أو الجوية إلى مقرات الإيواء المؤقتة. التطبيق كان يشمل جميع مراحل الرحلة منذ الوصول إلى المنفذ وحتى الوصول إلى مقر الإيواء، والتأكد من وصولهم بمعايير الأمن والسلامة، وأيضا بتطبيق الإجراءات الاحترازية. فكان كل مسؤول يصل إشعار بكل تفصيل، بكل إجراء يتم خلال هذه العملية. الجميل في الموضوع، لو تسمحي لي بس أعلق، أنه كانت كل منشأة أو كانت كل شركة إيش من كان تخصصها باختلاف تخصصاتهم كانت مسؤولة في تلك الفترة يمكن، وحاولت قد ما تقدر أن هي تسوي اللي عليها. وأنا أحيي فيكم ما أستاذ أيمن هذا الشيء. الله يبارك فيك. الحقيقة في الشركة يعني نحن نعول كثيرا يعني على زملائنا وقطاع تقنيات النقل، الحقيقة يعني وصل إلى مرحلة متقدمة جدا في تطوير مثل هذه التطبيقات. جميل. أستاذ أيمن، يعني كمان موضوع مهم أنت ذكرته، طلابنا وطالباتنا، أبنائنا وبناتنا اللي بيستخدموا النقل العام، يمكن سمعنا كم من حادث، سمعنا كم حكاية كذا يعني غير سارة، إنه أطفال أتآذوا في الباص، أطفال نسيوهم في الباص، أطفال. أنت تكلمت عن الأمن والسلامة وكيف بتطوروا هذا الموضوع وقد إيش مهم، فهل في دورات بتقدموها للأطفال أو للطلاب أو الطالبات بحيث إنه لو في الحالات الطارئة إيش يسووا، كيف ينقذوا نفسهم، إيش المفروض الخطوات اللي يسووها؟ نعم، احنا حقيقة لدينا تبع الشركة، شركة تطوير النقل التعليمي، وأيضا بالتنسيق مع وزارة التعليم نستطيع وصفها بشبكة توعوية كاملة يعني موزعة في كافة مناطق المملكة. تتم التوعية ابتداء من قائد الحافلة، مراقب النقل، إلى ولي الأمر والمعلم، وأيضا الطالب. فجميعهم يصلهم البرنامج التوعي بشكل كامل، وأيضا البرنامج التدريبي بخصوص الإجراءات الأمن والسلامة. وبالتالي بإذن الله تعالى يعني عندنا بإذن الله ضمانات من تقنيات موجودة في حافلاتنا تؤكد يعني مثلا أنه لن يترجل قائد الحافلة من الحافلة حتى يتأكد من خلوها من الطلاب بأسلوب تقني حديث. يعني إن شاء الله ما عليهم من العافية والسلامة يا رب. يعني إحنا شفنا يعني يمكن بعد حادثة، يمكن يلم بتقصديها نفسها اللي أنا بفكر فيها لما نسي وطفل للأسف الشديد. من بعدها أنا حسيت أنه صار في كثير من التطبيقات كمان اللي تقدر تساعد، وكثير من الوعي والحرص من جميع الجهات. لكن خليني أسألك سؤال أخير أستاذ أيمن، مين برأيك الأشخاص اللي لازم يكون عندهم دورات في الإسعافات الأولية، خاصة في هذه الفترة الآن، بحكم أنه أعتقد المجتمع صار عنده وعي مرة كبير بعد جائحة كورونا، فبوجهة نظرك مين تعتقد أنه هو لازم يكون، والله ولا كلهم لازم يكون عندهم؟ والله المفترض أنه الجميع، يعني لأنه أي أحد فينا ممكن يصادف حالة طارئة، يعني خاصة حالات الغصة أو النزيف والكسور، أو حتى حالات مرضى السكري، ارتفاع السكر أو انخفاضه، يعني كلنا معرض يمكن أنه يشاهد حالة مثل هذه ويشعر بحرقة يعني إذا أنه ما تمكن من إسعافه. جميل. فبالتالي كلنا نحتاج أن نأخذ مثل هذه الدورات وإن شاء الله. وهل الدورات الإسعافية كمان شاملة لجميع أنواع خلينا نقول الصدمات اللي ممكن تواجه أي شخص؟ خلينا نتكلم مثلا عن شخص في المول هو عنده تصلب لوحي، وأنا أجهل بهذا الموضوع تماما، أو جت له هجمة وأنا ماني عارف أتصرف، ممكن الناس يعني تفكر أنه جاته حالة من خلينا نقول صراع، أي بالضبط صراع، فجأة ارتفع ضغطه ونزل ضغطه، ما هو عارف، بيصب في طريقة خاطئة. فهل ممكن تكون الدورات الإسعافية هذه شاملة لجميع الأشياء اللي ممكن تمر علينا؟
والله بالنسبة للدورات اللي اتفقنا فيها مع الزملاء في الهلال الأحمر تتعلق بحالات معينة، لكن أنا متأكد تماما أنهم عندهم القدرة الكاملة على تدريب الناس على إسعاف مختلف الحالات. يعني احنا مثلا البرنامج عندنا يتناول النزيف والكسور، ارتفاع السكري أو مرض السكري بشكل عام، الانعاش القلبي الرئوي، الصرع والغرق كذلك، وحالات الغصة. لكن قد يكون في حالات أخرى يقدمون عليها دورات تدريبية للزملاء في الهلال الأحمر، لعلهم أكثر من يفيد في هذا المجال، وكلنا ثقة فيهم. صحيح، طبعا رح نتكلم في ذا الموضوع بشكل مفصل معهم بعد الفاصل. شكرا لك أستاذ أيمن، وشكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية. مشاهدينا أكيد مكملين هذه الفقرة عن اليوم العالمي للإسعافات الأولية، وانتظرونا بعد الفاصل رح يكون معنا تطبيق عملي من الهلال الأحمر السعودي. ونحب نذكركم أنكم تشاركوا معنا عبر هاشتاج برنامج سيدتي آراءكم واقتراحاتكم وكل المواضيع اللي حابين نتكلم فيها. خلينا نطلع فاصل وراجعين. مكملين معكم مشاهدينا، ونرحب فيكم من جديد. الإسعافات الأولية من المبادئ اللي لازم كل شخص يعرف أساسياتها وأهميتها وطرق التعامل مع أي حالة طارئة بطريقة صحيحة وبالسرعة القصوى. فالمعرفة والدراية بكيفية التصرف في مثل هذه الظروف والمواقف رح تنقذ حياة إنسان، ومسألة الوقت جدا مهمة. يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو أخصائي الإسعاف الأولية وطب الطوارئ ومدير التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي منطقة الرياض الأستاذ حمود العنيزي. هلا وسهلا بك أستاذ حمود. الله يحييك، طول عمرك وسعيد بالاستضافة. هلا وسهلا بك. طبعا اليوم هو اليوم العالمي للإسعافات الأولية، وبهذه المناسبة نحب أننا نذكر الناس ونشارك الناس بهذا اليوم ونوعيهم عن أهمية الإسعافات الأولية. كلمنا بالبداية عن أهمية الإسعافات الأولية ودورها في منع المضاعفات وإنقاذ حياة إنسان. جميل جدا. الإسعافات الأولية في أهمية أول شيء للشخص حتى اللي مقدم الخدمة، الشخص اللي بيقدم الخدمة الإسعافية. يعني في آية لو استشرناها بس ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ما في محفز أكثر من كذا يخليك تتعلم الإسعافات الأولية. بعد كذا نجي لأهميتها للشخص المصاب أو المريض. الدقائق الأولى هي أهم، يعني دقائق ذهبية بمعنى الكلمة لحياة المريض أو المصاب، لأن في مضاعفات كثير. صح. لو إحنا ما تدخلنا وقدمنا الخدمة بالشكل الصحيح ممكن الحالة تتفاقم حتى قبل وصولها إلى المستشفى. نعم. يعني في كثير من الأمور اللي فعلا لازم عشانها نتعلم الإسعافات الأولية، وطبعا أنت راح نطبق إن شاء الله لنا وللمشاهدين كثير من الحالات اللي ممكن إن شاء الله تفيدنا. بس خليني أتكلم معك في البداية أستاذ حمود عن الحالات اللي ممكن تحصل في البيت البسيطة، في العمل، الأشياء البسيطة، إيش هي وكيف أقدر أحل كل مشكلة بشكل يعني صحيح حتى لو أنا ما كنت مدرب على الإسعافات الأولية؟ ممتاز جدا. طبعا الإصابة أو المرض ما لها وقت، يعني ممكن تصير في أي مكان وفي أي وقت. عشان كذا ما ينفع وقت الإصابة إحنا نحاول أن نتعلم، وغير كذا احنا دائما نقول الوقاية خير من العلاج. فعشان كذا اول شيء انا ممكن بعض الاحتياطات اعملها اساس اني اتفادى الاصابة. يعني مثلا على سبيل المثال الموقد او الغاز هذا اللي احنا نستخدمه في الطبخ وكذا، انه ما يكون قريب للاطفال انه يقدر انه يوصل له. بعد كذا لا سمح الله لو صارت الاصابة، طيب انا كيف اتعامل مع الحالة هذه؟ انا اول شيء لازم يعني اخذ الكورس. احنا عندنا كورس اسمه برنامج الامير نايف للاسعافات الاوليه، يتكلم عن كل الحالات اللي ممكن تخطر على بالك، من الحروق، من النزيف، الكسور، توصل حتى الى توقف القلب والتنفس. فضروري جدا ان الشخص يتعلم مبادئ الاسعافات الاوليه، وهي بسيطه مدتها 6 ساعات يحصل عليها بشهاده وبطاقه مسعف اولي تمكنه من انه يقدم الخدمه الاسعافيه بالشكل الصحيح لغاية ما توصل المساعدة أو الهلال الأحمر.
بالفعل، يعني هذا الموضوع جدا مهم. يمكن زي ما ذكرت أستاذ حمود، الدقائق الأولى جدا مهمة، ويمكن هذه الدقائق الأولى بتكون فيها الأم أو الأب أو الكبير اللي في البيت في حالة ذعر، إنه أنا كيف أتصرف الآن، هذا الموضوع خطر، طب إيش هذه الحالة. مهم في كل بيت إنه يكون في حقيبة الإسعافات الأولية زي هذه اللي جبتها معانا اليوم، فياريت لو تكلمنا عن أهمية وجودها في كل بيت، وإيش الأدوات اللي المفروض تكون داخل كل حقيبة. طيب ممتاز. بعض الناس لما يسمع الحقيبة الإسعافية يفترض أنها مكلفة وأن فيها يعني معدات، هي أبسط مما نتخيل. الحقيبة الإسعافية طبعا هو في ناس يتكلم عن الحقيبة الإسعافية وفي الصيدلية المنزلية اللي في المنزل، صح. فيها اختلاف بسيط. الحقيبة الإسعافية تتكون من ضمادات شاشة المربع، كذلك الضماد اللي هو على شكل رباط، البلاستر أو اللاصق. تسمح لي أفتحها وأشوفها؟ إيه تفضل. طبعا هذه حقيبة اللي هي مقدمة من هيئة الهلال الأحمر. هذه مقدمة كهدايا بالضبط، ففيها الحاجات الأساسية اللي نحتاجها في هذه الحقيبة. أول شيء الكتيب. نعم، كتيب للإسعافات الأولية. في الكتيب يكون مكتوب كل أداة موجودة في الحقيبة كيف نستخدمها وإيش طريقة استخدامها تقريبا. صحيح. جميع طبعا بحكم انه صغير ونبغاه يكون في الجيب دائما. نعم. ما هو مفصل، ولكن الحاجات الاساسيه موجوده فيه. بدايه هذا ايش يا ريم؟ يعني ما شاء الله الشنطه فيها كل شيء. الشنطه مقسمه يعني. جميل. بالضبط، حجمها صغير وادوات اساسيه وبسيطه، مقص، ملقط، الشاش، هي الاساسيات في حاله حدوث جروح او حروق. صحيح. ممكن. طب هذه ليه ممكن تكون موجودة؟ العود الخشب هذا اللي دائما يحطوه لنا هو في فمنا، لو تسمحينا. خافض اللسان تقصد؟ أيوة. خافض لسان. طيب أنا كيف أقدر أستخدم خافض اللسان إذا أنا في البيت ولأي حالة بالضبط؟ يعني إحنا نعرف إنه هو بيشيك وفيه على اللوز. صحيح، بس أنا ممكن أستخدمه كجبيرة مؤقتة. نعم. كجبيرة مؤقتة، يعني عندي الطفل مثلا. أيوة. صار في إصابة في اليد، أنا ممكن أحط واحدة بالأمام واحدة بالخلف وألف عليهم بالشكل هذا، لأنه الكسر إحنا نحاول نخلي العظم بالشكل حتى وهو مكسور بس بشكل مستقيم، لأنه في شرايين وأوردة، العظم لو كان مكسور بيكون طرف منه حاد، فممكن بحركة خاطئة يقطع لي أحد الشرايين وهو داخل. فعشان كذا مهم جدا الجبيرة هذه فقط لغاية وصولنا المستشفى، بعد كذا هم حيشيلونه وحيجي يركبون الجبيرة الدائمة، ففي لها استخدامات غير الاستخدام اللي احنا بالعادة نعرفه في المستشفى. في قلم. قلم ولو تلاحظين القلم غريبة يعني مرسام. بالعادة يعني مرسام؟ في ليه؟ طيب القلم احنا متعمدين انه يكون مرسم رصاص، لانه القلم الحبر الحقيبة هذه انا ممكن ما استخدمها بعد 6 شهور، بعد سنة. صح. فالقلم الحبر ممكن يتعطل في اي لحظة. هنا فائدته انه في حالات ايقاف النزيف احنا نستخدم التورنيكيت او اللي هي العاصبة فوق مكان الجرح نربط، فضروري نسجل وقت الربط، متى انا ربطت بالضبط. ليه؟ لانها مهمه جدا، بتساعدكم بعدين تعرفوا انه كم صار، لانه بعد الربط حيكون في قله في ترويه للجزء اللي بعد هذا، فنبغى نعرف كم صار له التورنكيت او الرباط هذا موجود بالمكان هذا. قلم الرصاص ما حيتعطل. ايوه يعني، بس انه انت يعني حتكتب فيه، هذه هي الفكره. جميل جدا. صح. جميل. طيب احنا الان شفنا الحقيبه، نبغى نتعرف على ابرز المشاكل اللي ممكن تحصل داخل المنزل او الحالات الطارئه، وكيف ممكن نتعامل معها. طيب صحيح، احنا زي ما قلت لك الدوره برنامج الامير ناك يشمل كثير من الحالات، لكن احنا مره مثلا اعطينا دوره للمسؤولين عن حمايه المحميات، اعطيناهم بشكل عام ولكن ركزنا على امور معينه زي لدغات العقارب والثعابين، صح، زي مثلا ضربات الشمس للناس اللي يتوهون. لكن لما نجي في المنزل غالبا ما حندقق او حنركز كثير على بعض المواضيع هذه، لانه نستبعد انه يكون في ثعبان في المنزل مثلا. فنركز دائما على موضوع النزيف، الكسور، الحروق، الناس اللي عندهم مرضى سكري، حتى أنها توصل إلى مرحلة التوقف القلب والتنفس، لأن كل الحالات هذه في مرحلة معينة إذا ما أحد دخل وقدم المساعدة بشكل صحيح ممكن توصل أنها يتوقف القلب والتنفس، ونضطر هنا أن نقدم الإنعاش القلبي الرياضي.
أيضا يعني سمعنا كثير ممكن تحدث حالات انكسار في الأضلع إذا سوينا الإنعاش بطريقة غير صحيحة. قد إيش الشخص لازم يكون على دراية وكيف الطريقة الصحيحة فعلا اللي هي أنا أقدر أنعش فيها الشخص بحيث أنه ما أضطر أنه يكون في كسر، وعادة للأطفال تحديدا بتحصل الكسور بحكم أنه أضلعهم خفيفة أو بسيط. صحيح، عشان كده احنا نقول انتم يعني نقول للناس انه لازم تاخذ تحصل على الدوره هذه، لانه طريقه الكبار غير الاطفال غير الرضع، حتى لكل شخص المكان فيه اختلاف يمكن يكون بسيط جدا، ولكن عمق الضغطات يختلف من شخص الى اخر. والقوه والجهد نفسه، القوه والجهد، يعني البالغ مثلا احنا نستخدم اليدين اثنين، الطفل لا، حنستخدم يد واحده فقط وبعمق اقل، الرضيع حنستخدم اصبعين فقط. نعم. فلكل شخص يعني له طريقة معينة في التعامل. قديش الشخص لازم يكون ملم وعارف الشخص اللي قدامه بتعرض لأيه؟ يعني مثلا لو شخص عنده سكر وصارت له حالة إغماء، في ناس ممكن يجي يقول لك أدوا له سكر، يلا حطوا لنا سكر في الموية وأدوه، ممكن يكون هو عنده ارتفاع سكر، طب أنا كيف أعرف هل هو ارتفاع أم انخفاض؟ ويمكن هذا أكثر شيء شائع ترى. جميل. ويغلطوا فيه الناس. جميل. احنا دائما في دورتنا نحاول نوعي الناس عن الاخطاء الشائعه. يعني مثلا في حاله السكر، اذا كان الشخص لسه ما فقد وعيه، فقد دخل في مرحله الدوخه قبل ما يفقد وعيه بشكل عام. طيب انا ما عندي الجهاز مثلا. صحيح. اللي هو اشوف له ارتفاع او انخفاض، هنا احنا نقول انت تعامل معها على انها انخفاض في السكر. أيوه. عطي الشخص كوب مويه مع ملعقه سكر وخليه يشرب. طيب بيقول لي ممكن هو كان عنده مرتفع 400. مزبوط. طيب واذا ارتفع وصل 500؟ ترى ما هي مشكله كبيره، بعكس انه لما يكون السكر منخفض والشخص هذا لسه ما فقد وعيه وانا ما اعطيته شيء اللي هو مثلا مويه وسكر او عصير، هنا حيفقد وعيه. فانخفاض السكر اخطر بكثير من ارتفاع السكر. هذه معلومه جدا مهمه. طيب حلو، بما انه دخلنا في هذا الموضوع، كيف نقدر نميز بين دوخه ارتفاع السكر والدوخه الثانيه اللي بتكون ارتفاع الضغط مثلا أو مثلا انخفاض هبوط الضغط؟ صحيح. طيب عشان بس نكون صادقين، احيانا تختلط. بالضبط. تختلط حتى الشخص نفسه تكون صعبه عليه. صحيح، حتى على الاطباء احيانا ما يقدر بالشكل او بالاعراض او بالعلامات، هي في فرق بين الاعراض والعلامات، ولكن احنا ما نبغى نصعب الدوره على الناس كثير. فنقول لهم انت لا تتعب نفسك كثير بهل السبب انخفاض سكر، انخفاض ضغط، لانه السبب ما حيهمنا اكثر من تقديم الخدمه. كلهم سواء انخفاض ضغط او انخفاض سكر هو الان في مرحله دوخه، أنا لازم أتعامل معه لأنه بعد شوية حيفقد وعيه، وكلهم حيحتاجون لو توقف القلب والتنفس بعد كلهم حيحتاجون نفس التعامل. صحيح. يعني فالسبب يعني ما يهمنا كثير بقدر ما تهمنا طريقة التدخل. يعني طب كلمنا أكثر عن يعني عدينا أمثلة عن الإسعافات الأولية الخاطئة اللي بيسووها الناس. ممتاز. أهم خطأ وأكثر خطأ يعني إحنا نواجهه اللي هو تحريك المصاب. أيوة. المصاب إحنا نقصد فيه مين؟ شخص احنا نتوقع عنده اذيه في العمود الفقري، يعني شخص ساقط من الدور الثاني، حادث سياره، هنا احنا نتوقع انه يكون عنده اصابه في العمود الفقري. لو كان عنده فعلا اصابه في العمود الفقري وتحرك الشخص هذا بطريقه خاطئه، هنا احنا ممكن ندخل الشخص هذا في اعاقه مدى طول عمره، ممكن يسبب له شلل. بينما كثير من الحالات انه حركوه بطريقه خاطئه وما كان في خطر مهدد لحياته، يعني طيب يقول عنده نزيف، ما في مشكله عنده نزيف، وقف النزيف وهو بمكانه. موضوع توقيف النزيف هذا كمان موضوع جدا مهم، يعني ان الواحد كيف يتعامل مع النزيف او الجرح او القطع وفي دم كثير بينزل، هل اني اجيب منشفه واسده؟ هل في ناس يجيبوا بن مثلا؟ فبرضه هذا من الاشياء اللي نبغى نتكلم فيها. في ادوات كثيره نستخدمها، يعني معجون الاسنان في الحريق، حالات فظيعه. صحيح. لو توعينا عنها اكثر. طيب في موضوع النزيف مثلا، موضوع النزيف فعلا كثير نجي ونلقى حاطين البن مثلا، خاصه اذا في الراس. في الراس. هذا خطا. الطريقه الصحيحه هي فقط، حتى بعض الناس يقول طيب انا ما عندي حقيبه اسعافات اوليه ما اقدم شيء. لا. احنا ندرب الناس على حتى الكتاب، انه يستخدم الكتاب او مجله انها تكون جبيره بالشكل. هذا نعم. الادوات اللي متوفره عندك ممكن تستخدمها. فالموضوع البن هذا او اي شيء ثاني غير البن خطا، فقط طماد نظيف، اشماغ نظيف، شال نظيف. حلو.
بالضغط المباشر على مكان الجرح. بالضغط المباشر على مكان الجرح توقف معايا الدم، الحمد لله معناته انه الجرح يعني ما هو بالصعوبه اللي يعني نخاف منها. لكن لو انا ضاغط على مكان الجرح وبرضه ما توقف معايا الدم، هنا نقول لابد انك تربط فوق مكان الجرح مباشره. ايوه، اللي هي اللي نسميها العاصبه. بالضبط، على اساس اني اساعد في الدم، تدفق الدم. المعجون الاسنان احنا نواجهه في الحروق. صحيح، في حالات الحروق كثير معجون اسنان او 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 حتى وصلت انهم يحطون طحين وعسل وحاجات زي كذا. طيب ايش نسوي؟ هذا تصرف غير صحيح. احنا وصلنا لمرحله حتى نقول بس الحروق في نوعين، في حروق بسيطه جدا يعني المدام وهي تقلي طاحت قطره زيت على يدها. صح. هذه احنا ما نتعامل معها كحاله خطيره. هنا لو حطت اللي هو مرهم الحروق او ايا كان كافي. لكن في الحروق الخطيره يعني مثلا شخص انسكب عليه ماء ساخن على يده كامله، هنا نقول حتى مرهم الحروق لا تحطه، فقط تبريد المكان بمويه بارده لغايه ما يوصل للمستشفى. ليش؟ لانه احنا لما حطينا مرهم الحروق ورحنا للمستشفى، المستشفى ترى لابد انهم يحاولون ازاله المرهم هذا، فيصير في زي تجمع، احتمال ان الجلد حيطلع معانا. اوف. فعشان كذا في الحالات الحروق الخطيره فقط احنا نقول لهم تبريد المكان بمويه بارده لغايه عدم تغطيته؟ لا، ممكن نغطيه بفوطه مبلله. تمام. او اللي هي الشاش لو كان متوفر اللي هو فيه الفازلين على اساس انه ما يلتصق على الجرح. طيب كيف نتعامل؟ يعني دائما نسمع انه في حاله مثلا شخص دخل فيه قزازه او سكينه او شيء يقول لك لا تطلعها خليها، هاي ايش التصرف الصحيح؟ هل اطلعها ولا اسيبها زي ما هي لين ما يجي المسعفين؟ طيب صحيح، في خصوصا في اصابات الصدر مثلا. نعم. اصابات الصدر مثلا سكين في الصدر. مزبوط. هنا ويجي الشخص ويحاول انه يطلع السكين، هنا انت تقريبا يعني ضاعفت الحاله. لانه اول شيء النزيف حيزيد، واللي اهم من كذا انه انت خليت مكان للهواء انه يدخل جوا الصدر. الهواء المفروض انه يكون فقط في الرئتين، لما يجي حول الرئتين حيصعب مهمه الرئتين انها تتمدد وتتقلص على اساس موضوع التنفس. فانت يمكن المصاب هذا بعد ما نشيل السكين ممكن يدخل في توقف تنفس. طيب. فاجراء خاطئ جدا. طيب استاذ حمود، الان معنا شخص ممكن يعرفنا كثير من الحالات اللي تكلمنا عنها في الإسعافات الأولية، منها أتوقع بما أنه ماسك الرضيع أكيد الغصة أول. طيب. شيء هنبدأ فيه. احنا تعمدنا أنه نتكلم عن الغصة بما أنه البرنامج اسمه سيدتي يعني، والغصة من الحالات اللي غالبا تكون الأم هي اللي موجودة. صح. مع الشخص. صح. فالتصرف بسيط جدا، كثير من الأمهات ترتبك ما تعرف ايش اللي تسويه، التدخل بسيط وممكن ينقذ الحياه، لو شفنا الطريقه. لو احنا افترضنا انه الرضيع، طبعا الرضيع احنا نتكلم طبيا هو من الولاده لغايه سنه واحده. نعم. مش سنتين زي ما احنا نعرف، لغايه سنه واحده. فلو كان الرضيع مثلا ابتلع شيء، وهو اول شيء ليش يبتلع شيء؟ لانه هو طريقه تعرفه على الاشياء انه ياخذها ويحطها في فمه. فممكن الجزء هذا يقفل لي مجرى الهواء. ايش العلامات اللي تظهر على الرضيع؟ طيب. عشان اعرف انه هو ابتلع شيء. طيب اول شيء اذا كان انسداد كلي اللي هي الحاله الخطيره ما حنسمع صوت البكاء. ايوه. حنشوف الطفل فقط لونه بدا يميل الى اللون الازرق بسبب نقص الاكسجين، يحاول انه يتحرك يشرح لنا بس ما هو قادر. فالطريقه هي بسيطه، انه اميل الطفل على ساعدي بالشكل هذا واخليه مايل شويه ب 45 درجه عشان الجاذبيه تلعب معي، وخمس ضربات بين لوحين الكتف، واحد اثنين ثلاث أربع خمس، بعد كذا مباشرة حقلبه على الجهة الثانية على ساعدي الآخر، وبين حلمتين الصدر بالإصبعين خمس ضغطات، واحد اثنين ثلاث أربع خمس. سمعين صوت الهواء هذا اللي هو احنا بنحدث ضغط هواء على أساس انه يساعد انه الجسم يطلع على برا. حتى لو ما طلع الجسم بعد كذا انا حفتح فم الرضيع نفسه واشوف ممكن الجسم يكون صار قريب من متناولي. أيوة. بإصبع يدي الصغير أدخل من الطرف، مش من الوسط، من طرف الفم إلى الطرف الآخر وأحاول أني أطلع الجسم الغريب هذا. وإن شاء الله تكون يعني عملية ناجحة يعني جدا في هذا الموضوع. جدا ناجحة وبسيطة، فقط تحتاج أنه الشخص يتدرب عليها مرة مرتين ثلاث على أساس أنه. هل حضطر أني أتصل على الإسعاف؟ هو أنا أفضل أنه أنت تطلب من شخص اتصل لي على الإسعاف وفي نفس الوقت أنت تباشر في عملية الإنقاذ. طيب السؤال، لو ما نجحت يكون
انت استغليت الوقت. سؤال مره مهم، هل احنا نعرف رقم الاسعاف؟ تعرفي؟ لا. مصيبه، دائما انسى 998. صحيح. صح؟ لا هو 997. 997 رقم الاسعاف، هو 98 المطافي. صح مزبوط. اذا هذا الرقم جدا مهم، انه كل بيت لازم يكون عارفه. 997. خلينا نتكلم عن حاجة يمكن أو نقطة بس أبغى أقولها بالنسبة لقصة الرضيع. يعني إحنا لما نجي نحاول نسعف طفل رضيع في هذا العمر تحديدا زي ما ذكرت، أولا فلنفترض أنه الطفل وزنه ثقيل أو حجمه ثقيل، الأم كيف تقدر مثلا، الأم مع الانهيار العصبي اللي هي فيه ما هتقدر تتعامل أو تشيل أو تحط. هذه نقطة. النقطة الثانية، احنا تكلمنا عن انه اذا شيء سد مجرى الهواء تماما. طب خلينا نتكلم عن بلاستيك، في اطفال بيبلعوا بلاستيك. اي الالعاب الصغيرة وحاجات لا بلاستيك، اقصد ورقة بلاستيك، كيس كده بلاستيك. فهذه كيف الأم تعرف أصلاً إنه هي يعني ضايقته؟ كيف متى تعرف بالضبط إنه في شيء أصلاً غلط دخل في فم الطفل؟ طيب الآن الرضيع هذا أو الطفل هذا، هل هو يتكلم يبكي؟ هل في يعني مجرد إني أسمع الصوت معناته في هواء قاعد يطلع ويدخل؟ فإذا كان في هواء أو في صوت معناته إن الانسداد هذا جزئي. الانسداد الجزئي إحنا عادة ما نتدخل كثير فيه، حتى للبالغ، حتى للشخص البالغ نحاول ان نحثه على السعال، نقول له يعني حاول انك تكح اقوى من كذا وحتطلع كويس. لكن لما توصل لمرحله الانسداد الكلي هنا حتدخل بالطريقه اللي قلناها قبل شويه. يعني الله يسلم الجميع وان شاء الله ما يصير شيء زي كذا ولا احد يتعرض زي كذا، بس بالفعل مهم جدا لكل ام ولكل احد في البيت انه يعرف الطريقه الصحيحه للتعامل مع الرضيع. صحيح. طيب خلينا نشوف كمان حاله ثانيه ممكن نتكلم عليها، وايش كيف التصرف السليم معاها. طيب احنا عندنا اللي هو مثلا، احنا نركز الحين على العملي على الحاجات اللي تحتاج تطبيق عملي. نعم. فعندنا توقف القلب والتنفس للبالغين مثلا. توقف القلب والتنفس للبالغين اجراءه ايضا بسيط ولكن يحتاج ممارسة عملية. يعني مش زي الدورات اللي ممكن احنا نقولها فقط يعني عن طريق الكلام او الشرح. مصبوع. لابد انه الشخص يطبق على الدمية فعلا على أساس نبغى نشوف الضغطة قوتها عمقها. نعم. فإحنا ممكن نجيب الدمية. أوكي. طب أول شيء نبغى نعرف إيش هي الأعراض اللي أعرف فيها إنه الشخص هذا الآن جاده توقف رئوي أو قلبي أو كيف إيش الأعراض اللي حتبان عليه في البداية؟ طيب هو شرطين، إذا توفروا الشرطين هذا معناته إنه الشخص اللي قدامي يحتاج إجراء عملية إنعاش قلبي رئوي. الشرط الأول، هل الشخص اللي قدامي بالغ واعي أو غير واعي؟ هذه بسيطة جدا، أنه أنا ربت على الكتفين وأندي. نعم. يا شيخ يا الطيب، رد علي فتح عينه، معناته الشخص هذا واعي. لكن لو ما رد معناته أنه غير واعي. ممكن نجربها. نعم. أحمد، أبن أحمد من المتطوعين معنا في هيئة الهلال الأحمر السعودي. طيب نبغى نشوف أول شيء الشخص هذا واعي أو غير واعي. كيف نشوف أحمد؟ نوريهم بس طريقة، حنناديه وحنربط على الأكتاف بالشكل هذا والناديه، لو ما رد معناته أنه غير واعي. يبقى الشرط الثاني، هل هو يتنفس أو لا يتنفس؟ كيف؟ طيب أنا أشوف لمدة من 5 إلى 10 ثواني أنا حراقب حركة الصدر، حشوف حركة الصدر في ارتفاع وانخفاض أو لا. أي. طيب ممكن نسمع التنفس. أنا حسمع وحشوف الصدر لو ارتفع ونزل. طيب لمدة 10 ثواني أنا ما شفت الشخص هذا يتنفس أو حركة صدر، معناته غير واعي ولا يتنفس. مباشرة أطلب المساعدة. نعم. من شخص يطلب الهلال الأحمر وأنفذ الإنعاش القلبي الرئوي بين حلمتين الصدر، نحدد المكان وأضع عقب اليد ويد الأخرى فوقها مباشرة، وأباشر بعمل 30 ضغطة 1 2 3 4 5 6 بالشكل هذا. بعد 30 ضغطة احنا ممكن نفتح مجرى الهواء بطريقة إمالة الرأس ورفع الذقن ونعطي تنفسين انقاذيين. وهنا لازم نوضح بس انه لما جاء يعني جائحة كورونا احنا صرنا نعتمد على عملية الهاندز اونلي سي بي ار، ممتاز، اللي هو فقط بعملية الضغطات وهي طبيا فعالة. طيب. ما في حاجة كبيرة، ما صار في تنفس اصطناعي. هي موجودة الطريقتين ولكن إذا كان الشخص هذا غريب علي وأنا ما أعرف إيش عنده أمراض، ممكن فقط بعمل الضغطات الصدرية. إذن طب هذا إذا كانت في الحالتين الاثنين رئوي أو توقف قلبي نفسها.
طيب أنا عندي استفسار بس بسيط، في حاجة تانية هنطبقها؟ لا يمكن هم الحالتين بس هذه هي الحالات. أوكي جميل جدا، يعطيك ألف عافية أحمد، مرة شكرا. بس أنا عندي لك استفسار كمان، لما يكون سكتة قلبية، إحنا بعدين نعرف إنه هو سكتة قلبية، هل يمكنني إذا أنا شخص عارف وعندي دورة في الإسعافات الأولية، هل أقدر أسعف هذا الشخص وسبحان الله ممكن أتفادى وأتحاشى الوفاة فعليا؟ جدا جدا. إحنا لما تكلمنا عن الدقائق الذهبية، توقف القلب والتنفس لما يحدث لشخص، الدماغ، إحنا يهمنا الدماغ، أنه نوصل الدم إلى الدماغ. الدماغ من 4 إلى 6 دقائق إذا ما وصل الدم محمل بالأكسجين حيبدأ يموت. بعد 10 دقائق موت كامل للدماغ، يعني خلاص انتهى الموضوع. يعني أول 7 دقائق المفروض أنه أول من 4 إلى 6 دقائق تبدأ خلايا الدماغ بالوفاة، ولكن بعد 10 دقائق لو ما في أحد قدم خدمة اللي هي عملية الإنعاش القلبي الرئوي، بعد 10 دقائق الدماغ يكون مات بشكل كامل. طيب في الأخير أستاذ حمود، نبغى نسألك إيش هي أهم الصفات اللي لازم تتوفر في المسعف الأولي، لأنه البعض يخاف يبادر بإسعاف المريض حتى لو معنا شنطة الإسعافات الأولية. طيب إحنا عندنا دورة صحيح. قوة القلب ترى تختلف بالضبط. صحيح. إحنا طبعا أهم شيء يكون عندنا الشخص أنه هادئ، الشخص لازم يكون يهدي نفسه. صح. أنا عارف أنه الكلام صعب لما يكون شخص قريب لك أو كلام صعب، ولكن ربكتك ما حتفيده بشيء. احنا حتى الناس اللي يتصلون علينا على 997 يقول عندي حالة خطيرة، ناخذ منه معلومات أساسية، نرسل الإسعاف ونحوله على طبيب مناوب هناك. الطبيب فقط يحتاج من الشخص هذا بس اهدى معايا وركز معايا، انا حقول لك ايش تسوي. لكن بعض الناس حتى يعني ما يبغى، يقول لا خلاص انا ارسل الإسعاف وبس. فخليك هادي، واثق من نفسك، لو كنت حاصل على الدورة جميل جدا، حتى لو كنت ناسيها مجرد أن الطبيب اللي موجود عندنا يذكرك فيها حترجع للمعلومات وتطبق معه يعني. جميل جدا. يعني أستاذ حمود أنا أشكر لك تواجدك معنا اليوم، شكرا لك على هذه المعلومات، وفعلا رجعتونا ذكريات الدورة اللي كنا أخذينها زمان، يمكن نحن صغار أيام الثانوي. أيام الثانوي صح؟ أنا حاس عندك معلومات يعني. أنا عندي معلومات عن الدورات الإسعافية الحمد لله، بس من زمان عنها، فنحتاج برضو. أي شخص لازم يحتاج، أي منشأة لازم يكون عندها على الأقل فرد أو اثنين عندهم دورات إسعافية فقط لإحترازية، إيش هي إجرائي يعني إجراءات ويعني أمور وطرق تقدر تقيدها بإذن الله. طبعا رقم الهلال الأحمر، رقم الإسعاف يا جماعة 99 كم؟ 7 هذا احنا لسه قايلين 997 الهلال الاحمر. 7 الهلال الاحمر، اتمنى انه احنا ما ننسى هذا الرقم. شكرا استاذ حمود، يعطيك الف عافيه. العفو والشكر لكم، وان شاء الله نكون قدمنا شيء مفيد. نورتنا مشاهدينا، يعطيكم الف عافيه، لا تروحوا بعيد، فاصل وهنرجع لكم مره ثانيه. وزي ما انتم شايفين هذا هو الهاشتاج حق برنامج سيدتي، كل مقترحاتكم وراكم مهمه بالنسبه لنا وهنطرحها في برنامجنا. ضيفنا اليوم رسام كاريكاتيري ومهتم بالرسم الرقمي وأيضا المباشر، يعشق الفن ويعبر عنه بطريقته الخاصة. البورتريه معاه رحلة عشق، وهذا اللي راح يخلينا نطمع فيه أكثر، أنه يرسمنا اليوم بطريقته الخاصة. خلونا نتعرف مشاهدينا على الرسام الكاريكاتير رسام الكاريكاتير والفنان التشكيلي ممدوح عايش، اهلا وسهلا فيك. يا هلا حياك. هو يوم التكليج العالمي. حياك الله. اهلا وسهلا. نورتنا. يعني حبيت الحركه اللي سويتها، وانا ممكن صراحه استخدمها عندي في البيت كنوع من انواع الفنون بصراحه، عجبتني بدايه. لكن حبك لهذا النوع من انواع الفن الكاريكاتير والرسم التشكيلي بشكل عام، تحب تعبر عن نفسك؟ في فرق بين الرسم التشكيلي والفن الكاريكاتيري. الفن التشكيلي اللي هو يختلف عن اللوحات الكبيرة وتأخذ من المناظر الطبيعية أو الحاجات التراثية، هذا التشكيل. هذا التشكيلي أو يختلف فيها الفن السريالي وفيها فن الانطباعي والكلاسيكي التجريدي. أيوه التجريدي. بينما الفن الكاريكاتير لا، هذا مسار آخر واتجاه آخر في عالم الفنون، في عالم الرسم. أكيد.
بالنسبة للكاريكاتير هو طبعا منذ عصور يعني بدأ يعني، فكان بداياته تقريبا في مع الإغريق، فأخذوه المصريين وخذ نوع من التطوير عندهم، فكان فطوروها يعني، فكان ينحت على الكهوف والحاجات زي كذا. ايه يعني كان ينحت زمان. نعم. لما كان ينحت على الكهوف وكذا كان كاريكاتيري الموضوع؟ مش هو كاريكاتيري قد ما هو ماخذ الخطوط اللي توحي الان مبني عليها اللي هو الرسم الكاريكاتيري، الخطوط الهزيله. انت لو تلاحظين الرسومات الفرعونيه فيها ما فيها نوع من الواقعيه. ايه صح. فالخطوط فيها نوع من التشابه، فذلك فتطورت الى ان وصلت الى. طيب انت يا استاذ ممدوح، ليش استهواك هذا الفن؟ والله أول شيء أنا بديت كفنان تشكيلي عموماً، فوجدت فيه متعة صراحة. إحنا بنسميه الفن المشاغب. هو فن مشاغب يعني. هو مشاغب. مشاغب جداً. سواء تكبر لي خدودي وتصغر لي عيوني. سواء في الفن الكاريكاتير الصحفي أو فن البورتريه اللي هو الساخر. نعم. اللي هو بنفس هذا يسمى بورتريه ساخر. نعم. وفي الفن الكاريكاتير اللي هو الكاريكاتير الصحفي. برضو فن مشاغب، هو بيشاغب القضايا السياسية، بيشاغب القضايا الاجتماعية. برضو في الفن البورتريه بنشاغب الأشخاص ملامحهم داعبة شوي. ليه بتطالع كده يعني هو ناوي نية مش هرود بيطالع أكيد أكيد لأنه لا، رسام الكاريكاتير هو ليش بيرسم؟ هو بيستفز. أيوة في ملامح انت تبغى تستفزني ليه يا لا في ملامح تستفز الرسام يعني، فغصبا عنه بيرسم. ايش الملامح اللي ممكن تستفز الرسام؟ كل ما كانت الخشم. انا احس دايم يرسم خشوم كبيره، يصغر الخشم الأذن. اللي عندهم غمازه الدقن هذه الكبيره. كل ملامح بتفرض نفسها، فيها شيء بيفرض نفسها. بالضبط. طب حلو، انت وعدتنا اليوم انه انت هترسمني انا وزميلتي ريم. ان شاء الله يا رب ما استفزك. لا انت مستفزتك من قبل ما بالملامح. انت انا مستفزتك من قبل. لا انت جاي مخصوص عشاني بقى. طبعا اقول لك مين هتبدا ترسم مين فينا؟ لا ان شاء الله فيك ان شاء الله. في عبير طبعا. في عبير هقول لك في ايش تستفز فيني. خلاص يا عبير. طيب تفضل يا استاذ ممدوح. طب احنا نسولف وانت بترسم. دردشه معك يا استاذ ممدوح على هذا الفن. يمكن اتذكر انا بدايه لما استهواني بالكاريكاتير وانه بدانا نشوف، تتذكري في مجله سيدتي زمان كان في سي السيد، دائما في الكاريكاتير يجي فيه سي السيد والست تبع البيت، وهو سي السيد ما ادري ايش يسوي وست البيت، فكانت هذه برغم ان كنا صغار لكن دائما نقراها بالضبط ندور عليها. هي ما ادري اذا كانت مجله ريم، وانا كان عن نفسي جريده الرياض. ممكن كنا صح. مخصوص عشان هذا الموضوع. احمد اتذكر كان اسم الكاريكاتير اللي هو الهليل. هو احمد شيء. لا الهليل. الهليل. كثير ما شاء الله عندنا في السعوديه رسامين كاريكاتير يعني صاروا ما شاء الله مشهورين في هذا المجال، ودائما يوصلوا رسائلهم بطريقه جدا رائعه للمشاهد، ويسلطوا الضوء على قضايا سواء اجتماعيه او سياسيه او غيره. احيانا بعضهم بيرسم رسم مره بسيط وبتوصل الفكره. نعم الرسم الكاريكاتير هو مش عباره عن رسم دقيق. بالضبط. لا ممكن يجيك رسام تشوف رسمه مش ولا قد، ولكن يوصل الفكرة أكثر من اللي بيرسم في برسم دقيق. صحيح. أنا قاعدة أخبي وشي. لا أنا ممدوح سيبني في حالي. هو هذا اللي نبغى نسأل أستاذ ممدوح، يعني مثلا إيش اللي يميز فنان الكاريكاتير؟ يعني من أول نظرة بيلقط خلاص الحاجات اللي شوف اللي شافها في الشخصية. لا مش بيلقط، هو في ملامح يعني. أيوة. هو بيقدر يسرقها يعني. بالضبط. كيف يسرقها يعني. بالضبط. فأتوقع طبعا يعني هذه تجي مع الممارسة يعني. يعني من أبرز الحاجات اللي عنا عبير مثلا في وجهها مثلا. أنا عيوني كبيرة، خدودها فمي كبير وخشمي كبير. لا ما في شيء كبير ما شاء الله. أنا عندي هذا التي زون عندي كلها ما شاء الله كبيرة. الرسمة حتبين ايش. أنا متحمسة للرسمة يا أستاذ ممدوح. ولكن أبغى أسألك كمان، يمكن الآن متجهين الناس إلى الديجيتال والرسم عن طريق التطبيقات والرقمي، يمكن بنشوف كمان فنانين كاريكاتير ابتعدوا عن الرسم زيك كده بالورقة والقلم واتجهوا إنه بالتطبيق أو بالجهاز خلاص بيرسم اللي يبغاه. والله شوفي هو فيه
التطبيق فيه متعة، اللي هو الفن الرقمي. الرقمي نعم. فيه متعة. ولكن أنا مع وضد يعني. ليش؟ الطريقة التقليدية لها حياة. لها متعة. لها متعة. لها انطباع. الرقمي فن ميت. أي. تحس انه هو زي ما في ناس زي الخامة الأصلية او الخامة مظبوط خامة الرسم الأصلية يعني انا ايده ما صار بيكاسو الا لانه كان بيرسم على ورقة بنظر يمكن في كثير ناس الى الان غير متقبلين هذا النوع من خلينا نقول المدرسة الرقمية او بالديجيتال او اللي هو عن طريق الأجهزة حابين الموضوع بيكون على الستايل القديم اللي هو الاولد فاشن يعني انا غصب تقبلت الفكرة غصب والله انا الاعلام الرقمي كاعلام رقمي شوفي اي شيء رقمي او اي شيء مستحدث لازم ياخذ وقت عشان انت تتقبليه او تتشربيه مش زي ما انت عايشه طول حياتك عارفه شيء معين انه خلاص التلفزيون هو المنصه الاساسيه والرئيسيه لاخذ المعلومات والاخبار وما الى ذلك حتى في نفس الشيء الفن في ناس بيجدوا صعوبه انهم يتعايشوا مع الكتاب الرقمي مستحيل شوفي الى الان مستحيل اقرا كتاب رقمي يعني نفسي اوكي اوقات يعني بس ما 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 اقدر حتى انا لما اجهز مثلا لشغلنا او شيء عن طريق مثلا اني اكتب في التابلت الافكار وزي كذا ما اقدر لازم يكون عندي دفتر خاص للشغل اكتب فيه افكاري لازم كذا بالورقه والقلم ما ادري يمكن انا كبيره في السن زياده عن اللزوم يا عبير لا مو انت كبيره ولا انا كبيره ولا حد فيني كبير لا بس هي اساسا انه مش متقبل يعني يبغى له وقت اساسا يستزيد ناهيك صار في دخلة في نفس المجال مصبوع. يعني حتى في فنانين أصبحوا أنهم سوى عندهم نوع من التبلد صار بيسوي كوبي وبينسخ هذه مشكلة كمان الحقوق الفكرية والملكية هذه الفكرية لا لا هو أساسا مثلا يكون عنده في شغل يقول لك أنا بدل ما أقعد أرسم أبعاد وتفاصيل جيبها سوي لها نوع من الشفافية وأرسم عليها لا مش شغله لا لا طبعا يعني. فأفسد يعني هو هنا أفسد الفن طبعا خلينا نتكلم كمان يا عبير على الصور الكاريكاتيرية الجميلة اللي ورا الأستاذ ممدوح أنا شايفة ميسي وشايفة كريستيانو رونالدو أكيد طبعا لا ريم رياضية وكمان في مو صلاح محمد صلاح بس مني يعني اللي هناك كلهم ما أعرفهم أي عندك الصف كله كل الصف هذا هذا أي هذا عندك جاكي شان هذا الممثل الفلسطيني اللي عايش في الكويت اللي هو درويش عبد الناصر درويش لا دي شخصيات خارجية يعني. الشخصية اللي تحت ده أنا متأكد إني أنا شايفته في محل اللي يقول ما دريته لا أستاذ محمد لا بس انه احس انه من الشخصيات الاجتماعيه اللي كده لازم موجوده في كل مجتمع هو يعني شخصيه لذيذه وفعلا من الشخصيات اللي حلو حتى رسمهم بالطريقه الكاريكاتيريه بس ترى ابغى واحده ترسمني يعني انا والله احب انا لا انا لو انا لو لقيتك بتستفزني مره في رسمتي انا اللي هرسمك نشوف انا اللي هرسمك اكيد موري لا انا احب الرسم صراحه كم باقي انت شكلك خلصتها خلاص يعني هيمديك ترسم ريم ان شاء الله عشان كمان تطلع الثانية يعني. لا اشمعنى انا يعني اوكي لا عشان بتضحك عليك شويه جاهز الرسمه دحين ولا لسه لانه خلاص كذا نبغى نشوفها تحمست عليها عبير بس من جد انا اللي متوقع لانه الرسم ده يعني يعتمد على استفزاز يعني اللي يستفز الرسام الاشياء اللي في الوجه لا هي هو بيستفزني ايه اكيد انه بيستفز ايه فهو برضو لا انت كذا ايه؟ قاعده بتغشي يعني بصراحه ايه؟ هو لا الفكره من الرسم اللايف على فكره من كذا معلش على فكره الرسم اللايف الممتع فيه الصدمه في في النهايه طب وريني يعني انت بتشوف نفسك لا انا والله ما شفت الموضوع شيء الموضوع كله خلاص لا ما شفت شيء لسه شيء معين يعني بس مو لدي الدرجه الكبير يعني هو لا انا قاعده احاول ما اطالع يعني لا فكره الكاريكاتير ايش هو اسم الكاريكاتير ايش هو ماخذ كلمة إيطالية هي كلمة إيطالية وهو في معنى الكاريكاتير هو المبالغة مظبوط الكاريكاتير إذا ما كان في مبالغة ما يعتبر كاريكاتير حلو صح بس المبالغة هذه ممكن إحنا كسيدات تزعجنا شوي أكيد لا صدق أنا أحبها يعني أنا متحمس أبغى أشوفها أصلا أبغى أطالع سرق النظر لكن
كثير ممكن تكون اوكي في ستات بتنزعج منها، بس انا ابغى اشوف يعني انت كيف مثلا شايفني. اوكي عندي ايوه بالضبط. يعني الكاركتير اللي عندك كيف تقدر توصل لي هو باي طريقه، وترى يختلف من فنان لاخر يعني. بالضبط. يعني في مثلا ناس الشيء الصغير تصغره بزياده. مزبوط. والشيء الكبير تكبر في التصغير هو كبر كل شيء محمد. لا 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 انا حقول لك عمليه التصغير هذا فن اخر. أيوة. تصغير الملامح اللي هو الناس الان ما بتفرق بين فن الكاريكاتير وفن الكرتون. حلو. الكرتون هو عباره عن تصغير الملامح. حلو. والكاريكاتير عباره عن المبالغه في رسم. طيب استاذ ممدوح انت خلصت الصوره دحين؟ يمدينا نطلع فيها ولا خلاص بيوقع بيوقع. انا خلصت اقول لك مبالغه بتصير زي كذا يعني. طب وري طب ورينا ورينا لفها على الكاميرا. هذه صوره كاريكاتيريه من يد الاستاذ ممدوح لعبير. بس الشعر ترى عبير بعد عشان الوقت بس. عبير عصبت احسها راح تتفاهموا انتم في الفاصل. بس بصراحه احنا قدام الجمهور بصراحه يعني ايش بها. لا بصراحه لا رسمه كاريكاتيريه رائعه جدا. انا حبيت انه يعني الجسم كله صغير والراس فعلا انا راسي كبير. يديك العافيه استاذ ممدوح. اكيد احنا مكملين معاك هذه الفقره اللي بفعل ممتعه ورائعه، وانتظرونا بعد الفاصل وممكن حتشوفوا كمان في مفاجات بعد الفاصل. لا تنسوا انكم تتفاعلوا معنا عبر هاشتاج برنامج سيدتي، ارائكم واقتراحاتكم وكل المواضيع اللي حابين نتكلم فيها. انتظروا المزيد لكن بعد الفاصل. ارسم ريم طيب مشاهدينا مكملين معاكم فقرتنا اكيد مع الفنان التشكيلي ممدوح عايش. هي ترى على فكره العوده المفروض انها تكون عند ريم، بس الظاهر هي مركزه بزياده عشان تبغى تنتقم لي من أي ممدوح. بالضبط. كم من يرسم عشان قاعدين نشوف منها ايش. فن تشكيلي فن كاريكاتير. ايوه بالفن كاريكاتيري. ممدوح رجع رسمني هنا نفس ما كنت اول قبل يطول شعري شويه. فريم قررت انه هي اخليها كده. فريم قررت انه هي تنتقم منه. ريم لا ما حانتقم. بس انا ريم شايفه صراحه. طيب. يا جماعه الخير انا ما حانتقم. انت قاعده تسوي شغل حلو. طيب انا ما حانتقم، انا راح امشي على الاساسيات حقت فن الكاريكاتير. مو هو يقول انه فن الكاريكاتير هو نطول في الاشياء اللي تستفزك. ايوه وتقدر تستفزيه هو فيه. ريم استفزي ممدوح اليوم. حاضر. لا ريم بترسم بسرعه يعني باين انها متمكنة. يعني ايوه متمكنة ما شاء الله. بس انا بدي اشوف ايش اللي بيستفزني فيك ماني قادرة. طيب بما انه الثنتين قاعدين تستفزوا بعض بالرسم، انا هطرح سؤال واللي يقدر يجاوبني عليه منكم يتفضل. الرسم المباشر اللي هو اللي معاك يعني بالنسبة لي كذا الورقة وقلم، والرسم التقني او الرقمي خلينا نقول. الاحتياجات المواد اللي تحسي انه انتم ممكن تقدروا تستخدموها. ريم بترسم مره صح. اللي تقدروا انه انتم تستخدموها في هذا النوع من انواع الرسومات. بالنسبه لريم اخذت ورقه وقلم ورسمت وخلاص، لكن كفن او خلينا نقول رسم رقمي ما تتوقع انه يحتاج اقلها برامج، يحتاج شغل اكثر؟ اكيد اكيد ما اكيد هو يبي اكيد انه في نفس الايباد او بيكون في تطبيقات انت بتنزلها وبتشتغل عليها. واو. فمن انواع التطبيقات اللي هو في البرو كويت، هذا افضل برنامج تطبيق على الايباد. حلو. والستكتش هذه من افضل. ايوه صح من افضل البرامج يعني. والله انا اعتقد انه زميلتنا ريم كانت رسامه. انا بالفعل انا كنت ارسم سابقا بالالوان الخشب مو الخشبيه اللي هو الفحم. حلو. وارضل واعتمد على الظل والاضاءه ومره كنت احب هذا الرسم. ما خلصت انا. لا تخليه يشوفها. لا هو لا وشك معنا يعني. ايوه عشان احنا ما شفنا القلم. بسم الله. طب خذي جزء منه. استاذ ممدوح. اي تفضلي. الرسم الكاريكاتيري تحديدا لما يكون الشخص يعني في جزء او بارت منه مهتم بالقضايا الاجتماعيه ومهتم بالسياسه، هل اثارت غريزتك الفنيه هذه المواضيع؟ ايش اكثر القضايا الاجتماعيه؟ القضايا الاجتماعيه هي احنا بنستلذ باللي هي القضايا الراي العام.
يعني انا من الرسومات اللي ارسلتها لكم اللي هي بال، فكانت القضية أمس كانت في قضية متداولة في السوشيال ميديا. مظبوط. اللي هي استغلال الناس المحتاجين. أيوة. فالردي على طول أنت لازم تكون مواكب الحدث. مظبوط. لأنه إذا جلست يوم يومين تصبح مادة بايتة. خلاص أيوة. بالعامية يعني ما يكون لها. صح. زي ما احنا نقول حار يفول. ايوه لا ايوه حار يفول. طب ايش كانت وجهة نظرك او ايش كنت حابب تعبر عنه؟ هل مثلا في اشياء انت مثلا تبغى تعبر عنها بشكل عام، تبغى تعبر عن شغله معينه فبتعبر عنها بالرسم افضل؟ تحس انه الرسم احسن من انه انت تتكلم فيها؟ لا، هنا 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 نرجع لمساله التخصص. انا مش كاتب، انا عندي فن بصري. الكاتب هو اللي بيكتب، انا ما بكتب. بعدين ترى الفن الحقيقي الكاركتير الاساس بدون تعليق، التعليق هذا نوع فن مستحدث. صح ممدوح، انا ما ابغى اشغلك لانه هي قاعده ايش يعني، انا حخلص تحاول. ايوه انه هي ماشي كيف تلهين عشان هي تسبقك. ارسم ريم بس، يعني انا زعلان صراحه انه انا كده بطالع، يعني انه ترى انا ما بطالع الناس كده. انت كده بتشوفني بطالعك يا ممدوح؟ انت كده كنت شايفني بطالعك؟ ايوه. لانك جالس جنبي. طيب انا خلصت ريم اولموست خلصت. ما شاء الله علي، والله اني فنانه. يلا فنانه كاريكاتيريه بالله يا عبير. لا استني، لا لا استني، هو بشكل عام انا صدمتيني. في حس يبغى له شويه دورات وشويه مهارات تنمى، لكنك أبدعتي وأثرتي جميع. طيب توقيعك بس. وفي مشاركة جدا قوية من الكنترول. ريم صدمتنا جميعا، احنا ما كنا نعرف ان هي ممكن تمشي الورقة، القلم على الورقة، بس مشي حالك، برافو. كيف التوقيع؟ التوقيع طبعا توقيع فنانة إعلامية ريم بساطة. ايه أستاذ ممدوح. أيوه. لازم ترد الصاع صاعين لريم. والله هي ما اعطتنا. طيب. الزاويه الكويسه صراحه، هي عرفت سر المهنه. و لا هي الظاهر كانت بتغش منك في الفقره الاولى. لا هو غير شيء يستفزني انا مثلا، هو الاستاذ ممدوح حاطط الشماغ كذا بطريقه ذكرني بالحطه اللي كانوا يسموها الكوبرا. صح. فضحتينا. ايش حبيت اني. طيب مشاهدينا احنا اكيد مكملين فقرتنا، ولازم نشوف رسمه ريم من استاذ ممدوح، ولكن بعد الفاصل. لا ان شاء الله هينتقم منك، كل ملامحها صغيره كبرها، فلك ان تكبر. والله لا هي خطيره بصراحه. مشاهدينا بليز تفاعلوا معنا وحاولوا ترسموا لنا ريم وعبير وبرضه استاذ ممدوح، وتتفاعلوا معنا وتحطوها على هاشتاج برنامج سيدتي. هو كثير من الأشخاص اللي بيختاروا أنواع معينة أو ألوان ومسارات معينة في الرسومات، يعني أنا اللي لاحظته أنه الأستاذ ممدوح بيرسم الملامح السلبية نوعا ما ولا يبرز الأمور الجمالية. صحيح؟ صحيح. طب نقدر نشوف ريم دحين؟ نقدر نشوف. أبغى أشوف ريم. ورينا. تفضل. يوم كده لا بديني هي كده، يعني خدي يعني خدي وانت بكيفك، تبغى تعرضيها عرضيها. على نفسك انت. والله صراحة أهنيك على الشبه الكبير. شكرا. بيني وبين هذه الصورة. أنت شفتنا وإحنا حوامل بأيام الحمل؟ لا. بالضبط. يعني هذا الاتفاق والخشم والتنفخ اللي أنا فيه. بالضبط. وأنا يعني نفس النفسية فقط، يعني أنا نفسية وحدة حامل. بالضبط. يعني فعرفت أنك من جد تختار هذه الملامح. طب يديك العافية طبعا. هذه صورتك اللي أنا رسمتها كمان، لازم تفتخر فيها. وكمان موقع عليها. طيب. ما شاء الله. الله يسعدك. أيوة. طيب استاذ ممدوح، كمان من المهم ان نذكر انه انت كمان مو بس ترسم على الورق، انت كمان تستخدم الديجيتال. نعم استخدم الديجيتال اللي هو الرقمي. نعم الرقمي. ففي عندنا كمان صور انت راسمها، قديش يفرق؟ يعني انت عندك شغف في الرسم على الورق. نعم. لكن برضك تلجا الى هذا حسب الطلب. الان الوضع العام او في الوقت الحالي اصبح الرقمي مطلب. نعم نعم. هذه كلها صور قديمة. لا فين الجديد؟ لا أنا أعتذر، هذه كلها ذوي احتياجات يعني. أوكي. هذه قديمة. هذه معارض شاركت فيها؟ ورش عمل شاركت فيها هذه؟ إيه هذه
هذه كلها إيفنتات نسويها طبعا مع شركات كبرى بشغل لايف يطلع فيها شغل، لأن هي أنا كان عندي هاجس قبل من 2009 ترى الرسم اللايف كان عندنا ما في شيء اسمه لايف اللي هو حرام صح أكيد طبعا، والفكرة العامة اللي ماخوذة عن الرسام إن اللايف اللي هو تمثل لا متسولون متسولون بحكم بيشوفهم برا في الخارج هو شخص بيمارس مهنته يعني بالضبط انا ما ادري ليش اطلق عليهم متسولون، هو بيمارس مهنته زي اي مهني بالعكس بيقدم فن جدا رائع فن يعني يمكن الان صار في فرصه هو اكبر يبغى يرسم بلاش يعني بالضبط لا صح ولا لا فكان عندي الهاجس هذا تقريبا من 2008 2009 2007 ففي مجموعه انا والزملاء ف يعني حاولنا ان نقحم الفن اللايف عندنا هنا حلو، والان تقريبا 10 سنوات الحمد لله دخلنا وفي تقبل واصبح كبير جدا تقبل يعني في العشر سنوات هذا اشتغلنا شغل من ضمن الفنانين الاستاذ زميلي وصديقي وعزيزي عبد الحكيم وعلي عبد الحكيم كان معنا ضيف الا مزبوط كان معنا عبد الحكيم بيرسم كمان بيحمل كاريكاتير مزبوط استاذ محمد اقتحمنا الفن هذا واصبح الان رائج وعليه اقبال كبير شكرا لك استاذ ممدوح وشكرا لوجودك معنا اليوم بالفعل تسلينا وتعلمنا اشياء مره كثير عن هذا الفن واخيرا يعني رسمت لي بالطريقه الكاريكاتيريه شكرا لوجودك معنا اليوم مشاهدينا انتظروا المزيد بعد الفاصل ولكن لا تنسوا انكم تتفاعلوا معنا عبر هاشتاج برنامج سيدتي ارائكم واقتراحاتكم كل اللي حابين نتكلم فيه السالفة وما فيها بعد الفاصل السعادة مفهومة مرة كبيرة ودائما بنتكلم عنها وإنه إحنا لازم يكون عندنا صحة نفسية كويسة عشان نوصل لأقصى مراحل السعادة قبل أي شيء خلونا نشوف هذا التقرير عن السعادة فيكم مشاهدي قناة روتانا الخارجية وأكيد برنامج سيدتي أيوة إحنا برا الأستوديو جينا اليوم مخصوص واجهة الرياض عشان نحضر سوا افتتاح متحف السعادة يا ترى إيش هيكون فيه موجود عندهم في أشياء كثيرة وبرضو هتخلينا مبسوطين وسعداء أقول لكم ما راح أتكلم كثير تعالوا معي نشوف إيش فيه مع أخذنا جميع الاحتياطات الاحترازية طبعاً جينا ووصلنا هذه هي البوابة الرئيسية لمتحف السعادة خلونا مشاهدينا نشوف إيش ممكن يساعدونا يعني شوفوا اللون البينك بس مرحبا حياك الله نورتينا في متحف السعادة حجزك باسم الأستاذة عبير صحيح حياك الله أهلا وسهلا نورتينا بس تستريحين لحظات هنا عشان بس نعطيك الإرشادات قبل دخول الجولة جميل أوكي أنا مرة متحمسة مرة أهلا وسهلا حياكم متحف السعادة إحنا اليوم مرة مبسوطين إنكم جيتونا متحف السعادة هو عبارة عن رحلة مدتها 45 دقيقة فيها 10 غرف راح تأخذون إن شاء الله في كل غرفة 5 دقائق تكونون جروب واحد تنبسطون سوا تطلعون مبسوطين إن شاء الله أوكي طيب من خلال هذا المفتاح تمام راح تقدرون تأخذون صوركم بالمتجر الصور في نهاية التور أوكي تفضلوا اجراءات احترازيه وعشان كورونا نبغى نلبس الكفر شوز الله يكرمكم اوكي جاهزين تمام سر متحف السعاده وش لازم نسويه قبل ندخل نبغى نشوف اقوى سمايل 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 دن طيب طيب يلا 3 2 1 يلا معي مفتاح السعاده وبرضه ما زلت ملتزمه بالاجراءات الاحترازيه اكيد زيي وزي كل الضيوف اللي متواجدين اليوم هنا اول غرفه هي غرفه الدبدوب تعالوا نشوف ايش فيه واو اهلا منيف اهلا عبير
قالوا لي انه انت الجايد حقي. صحيح، هذه اول غرفه عندنا في متحف السعاده. حلو، نورتونا. ايش نقدر نسوي فيها ولا ايش الدبدوب الكبير ده؟ الدبدوب الكبير ينتظر الحق حقكم، فلا تخلونه موجود، لازم تعطونا على حق. يلا يا عبير، تقدرين تحضنينه تجلسين هنا ويعطيك حق برضه. عبير في برنامج سيدتي، بعد ما حضرنا الدبدوب في الأول غرفة ننتقل للغرفة الجاية، وراح ننتقل لمرحلة الطفولة على فكرة. أكيد هذه القبل قمروم، غرفة العلكة. تعالوا، راح تذوقون ألذ بابل قم من الجدار. شايفين كل الآلات العلك؟ كلها لكم، اختاروا أي آلة علك تبغونها وخذوا الفري قبل قم حقكم. بالعافية عليكم. غرفة اليونيكورن، تفضلوا. اليونيكورن هو رمز الأحلام وتحقيق الأحلام، برضو عشان نزيد هرمون السعادة عندك فري آيس كريم هنا، وبرضو وي آر نات دان، ما خلصنا، باقي في سبرايس بالأخير لك يا عبير. وبعد ما خلصت الآيس كريم يا عبير، هنا وعافي عليك، ورا هذا الباب الناس تكتشف مصدر سعادتها، فتفضلي واكتشفي مصدر سعادتك. مشاهدينا، احنا الان في غرفة المارشميلو. انا ما راح اقول لكم ايش اللي موجود هنا عشان تجي مخصوص وتشوفوها، هذا جزء بسيط بس. اما الان خبير السعادة حقي مستنيني في الغرفة الثانية، تعالوا نروح ونشوف ايش صاير. يمكن واحنا صغار دايم هذه البطة تحديداً ذكرنا بطفولتنا، وحتى أولادنا الآن لازم تكون هذه البطة موجودة في ألعابهم. فالمكان حلو، ذكرك صدق بأيام مرة حلوة، واحد نفسه يغوص معاهم، ولكن يلا. وعشان خبير سعادتك اليوم، عشان كذا المايك معي، راح نروح سوا لآخر غرفة. وش تتوقع لآخر غرفة؟ ذكريات، أفكار، أقول مشاعري. بالضبط. آخر الغرفة مرسمنا الجميل، اكتبي شيء يذكرك فينا ونذكرك فيه عبير. اكتبي ذكرى يومك، كيف متحف السعادة معك. Say happy birthday. الآن معنا أحد مسؤولي السعادة في هذا الصرح الجميل جداً، تعرفينا عن نفسك؟ روان الرحامي، مسؤول التواصل في شركة The Gathering المنفذة لمتحف السعادة. تشرفنا فيك روان. روان، أبغاك تكلمينا عن المكان، يعني أنا أعتقد أنه وصل لتجهيزات عالية جداً، الإنسان أي شخص بيدخل فيه بيحس فعلاً بالراحة، وبرضه لما يخرج يكون سعيد. كلمينا عن تجهيزاتكم لهذا المكان. المشروع استغرق العمل عليه 2.5 سنين تقريبا، من الفكره الى التخطيط الى التنفيذ الى الافتتاح الرسمي اللي هو اليوم. اشتغلنا على التفاصيل دقيقه له عشان نظهر للعالم فعلا ويعيشون السعاده باكمل بشكل مثالي. طيب روان، بحكم الالوان اللي موجوده وبحكم انه في كثير من الاطفال، ممكن اي احد يعتقد انه المكان مخصص للاطفال، هل الكلام ده صحيح؟ لا، هو السعاده للجميع، نقدر نقول السعاده للجميع. المتحف تجربه تناسب الكبير والصغير، استهدافنا الكبير والصغير بشكل متكامل للعائله او الافراد، ما نخصص للاطفال، بالعكس التجربه يعني استمتعتي فيها اعتقد، فهي للكبار بعد مثل ما هي للصغار، يعني مو مخصص للصغار. كمان مشاهدينا معنا واحد من موظفي السعاده، محمد البقومي. اهلا وسهلا فيك محمد على قناه روتانا خليجيه. اهلا وسهلا، حياكم الله، سعيدين جدا بزيارتكم، وان شاء الله انكم طلعتوا مبسوطين. فعلا طلعنا جدا مبسوطين، بس انا حابه اسالك سؤال مره مهم. يعني انا لاحظت انت وكثير من زملائك ما شاء الله كل واحد عارف الشغل وكل واحد عارف ايش يسوي، هل كان في تدريب قبل لا تبداوا هذه الوظيفه؟ اكيد كان في تدريب. احنا قبل لا نفتتح متحف السعاده قعدنا ممكن اسبوعين أنا والشباب عموما نجي في المكان نتدرب على بعض، إنه هذا الشخص زائر أنا بكون موظف. فعلى طول من أول 3 أيام دخلنا ممكن الجو، إنه جو متحف السعادة وكل واحد عارف إيش هو قاعد يسوي.
وبكذا مشاهدينا خلصت جولتنا في متحف السعادة، كل غرفة كانت أحلى من الثانية، ترجعنا الأيام مرة حلوة وسعيدة وفعلا تذكرنا بأيام الطفولة. بس أصدقوا إيش اللي أحلى بكثير في الموضوع؟ إنك تشوف حماس وسعادة الأطفال أول بأول. قبل أختم معاكم أكيد هتمنى لكم السعادة وأقول لكم كونوا سعداء، في أشياء غريبة بتطلع. الله عبير، تجربة بالفعل جدا حلوة وأدخلتي لنا السعادة في حياتنا حبيبتي. ولكن مو بس للأطفال، بالفعل رجعتينا بهذه التجربة لين كذا حسستين إنه نبغى نعيش طفولتنا مرة ثانية. كلمينا عن هذه التجربة كيف كانت؟ أول شيء ريم، تجربة برنامج شدتي يعني لهذا الموسم كانت في متحف السعادة، وبصراحة أنا أفتخر إني رحت مكان يحمل هذا الاسم، يعني مسمى السعادة شيء جميل. أنا حسبت إنه راح يكون مكان فقط للكبار، أشياء وأفكار بس تحاكي أفكارنا إحنا وعقلياتنا إحنا، لكن طلع المكان للكبار والصغار. وأنا سألت عليه كمان المسؤولة كانت عن المتحف روان، وقالت إنه لا بالعكس، يعني ناس تحس في ناس كانت تحسب إنه هو فقط للأطفال، لكن لا فعلا لما أنت وتروحي وتجربي تلاقي إنه بيناسب صغار وكبار. ايش الحلو فيه؟ الحلو فيه انه بيرجعك ايوه متحف سعاده، تقدر انه انت كشخص بالغ وام بتشاركي فيه، بتعيشي ايام او بتعيشي خلينا نقول اختي لحظات بسيطه. هذه اللحظات حلوه ترجع لك ذكرى جميله جدا. ترى كان في مراجيح مانجا، مراجيح موز يعني كي قعدت طالع اللون الأصفر نفسه يشدك، الألوان اللي كانت مستخدمة رائعة، يعني كان هذا هو الافتتاح لمتحف السعادة بصراحة. وكنت مبسوطة جدا أنه أنا كنت من أوائل الأشخاص اللي راحوا وشافوا. حلو أنه كان كل غرفة بيعطوا فيها يا آيس كريم يا مثلا اللبان تطلع. إحنا كيف كنا نمضغ اللبانة دي وإحنا كنا صغار؟ نقسمها قسمين صديق؟ بس بالفعل عبير تجربة جدا رائعة والمكان جدا حلو. يمكن مفهوم السعادة بيختلف من شخص لآخر طبعاً، ولكن المهم إنه إحنا نخلق سعادتنا بنفسنا وما نربط سعادتنا لا بأشخاص ولا بأوقات ولا بناس معينين ولا بأشياء خاصة. صحيح. عموما مشاهدينا بهذه السالفة انتهت حلقتنا اليوم، لا تنسوا إنكم تشاركوا معنا في على هاشتاج السالفة وما فيها، إيش أسباب السعادة لكم وماذا تعني لكم السعادة، وأيضا شاركونا على برنامج هاشتاج برنامج سيدتي آراءكم واقتراحاتكم وكل اللي حابين نتكلم فيه. إحنا كده وصلنا لختام حلقتنا لليوم، انتظرونا بكرة في حلقة جديدة وإلى اللقاء، كونوا سعداء.